دول جايين. هما فين الناس؟ دول بيهاجموا عربيتي. ساعد المأمور وانا هحاول اساعد الضابط. الوضع دلوقتي بقى تحت السيطرة. ده كان يلا. على فكرة شكله مش وحش قوي.
أيوة. أهلا بك في الحفلة في ميعاد الألعاب النارية بالظبط. الظاهر إننا اتحررنا يا جماعة. هروح لمركز التحكم الرئيسي وأشوف مدى سوء الوضع. أنا مزنوق في سجن فيه كل المساجين اللي مسكتهم في آخر 8 سنين. ده كويس جداً علشان أبقى سالم. يا عقرب، ممكن تستنى دقيقة؟ كان معايا مكالمة وكانت بخصوص الشغل. تحت مني دقيقة، أنت كويس؟ مش قوي. إلكترو وراينو والعقرب اتحرروا. ايه اللي بيحصل في بقية السجون؟ قربت اصلح نظام المراقبة وهقول لك التفاصيل قريب. تمام، انا لازم افضل اراقب إلكترو. سبايدرمان، انا كنت فاكر ان دي مجرد مطاردة. لازم اوقف الشخص ده. مش هتقدر توقفني، بس انا سعيد انك بتحاول. لو قلت لي بتشتغل لصالح مين هتسهل معاه؟ لا، لازم اوقف الشخص ده. لو قلت لي بتشتغل لصالح مين هتسهل معاك؟ محدش بيقبل ابدا عرضي ده. مسكتك. الناس ما شفتكش من زمان، هتاخد كتير من ال اسف، مفيش وقت للكلام. صلحت كاميرات المراقبة على الانترنت. ايه الوضع؟ طيب، تقريبا كل مساجين رابس هربت.
لو حصدنا مارتن بيك فده معناه ان خمسه من اسوأ اعدائك بقوا احرار. للحظه افتكرتك بتتكلمي بجد. انا مش بحرج، لازم امشي، في ناس هتروح المدينه. ده جنون.